السلام عليكم. انا دكتور اسلام. مين بقى بيشتكي؟ انا اسمك معلش. احمد. لا احمد معلش اسمه فارس. احمد محمد ناقص. عندك كام سنه؟ عندي 21. تشتغل؟ لا لسه في الكليه. كليه ايه؟ كليه تجاره. انت برضه ايه؟ اخو. ماشي. ايه يا احمد بتشتكي ايه؟ مفيش يا دكتور. انا كنت بشرب، انا حاجات سجاير طبعا، بشرب سجاير كتير وقت طويل قوي يعني. فبس حصلت لي مشاكل كده، ذبحه صدريه وشلل في النفس اللي لوحده، وديني الدكتور خليني في الطوارئ ساعتها. فبس ما اداني علاج وكده، وحالتي ابتدت تتحسن، بس ما قدرتش ابطلها. هو طبعا قال لي انت لو بطلتهاش هتموت. ف مش عارف ابطلها، عشان كده اهلي بيقولوا لي. هو انت عامة بتدخن بقالك قد ايه؟ لا من وانا عندي 15 سنة. طيب كنت تقريبا معطل كام سيجارة في اليوم؟ لا يعني ابتديت الأول كنت بدخن مثلا خمس ست سجاير لحد ما وصلت لعلتين، بخلص لعلتين في اليوم مثلا. طيب يعني أنت كنت وصلت في الآخر لغاية علبتين. تمام. أما الدكتور بقى قال لك إن أنت لازم تبطل. ايه بقى المشاكل بقى؟ حاولت ابطل بس ما قدرتش يعني. ايه اللي مش مخليك ايه ده بالظبط؟ مش قادر على طول. عندي على طول عندي اكتئاب، وحاسس ان انا على طول مخنوق، وعلى طول مش قادر اتكلم مع الناس، وعلى طول كده بتكلم اي حد بعرف، مش طايق اي حد. في عصبيه شويه، في بقيت نرفز جدا طبعا. النوم اخباره؟ النوم يعني ساعات بقلق كده بالليل. طيب هو ايه المشكله؟ بقى بيتعصب جدا يا دكتور، وبيتنفس اتفه الاسباب، وبيعمل مشاكل كمان مع الناس كتير. على فكره انتوا مشاكلنا اصلا في البيت. انا اصلا يعني انت لو بتشرب سجاير وحاولت ان انت تبطلها هيحصل لك نفس العصبيه ونفس بالظبط. بس انا مش عارف يا دكتور، هو اساسا عشان مش عارف يبطل عشان كده بيتنفس، ولا عشان هو طبعا لا هو اعراض يعني خروج الماده بتاعت السجاير من جسمه والتدريج هي اللي عامله المشاكل دي كلها. طيب يعني دلوقتي المشكله ان انت مش قادر تبطل التدخين خالص. طيب انت ما حاولت بقى تبدا تبطل، يعني وصلت بتاخد كام سجاير في اليوم تقريبا؟ والله يا دكتور يعني من علبتين وصلت مثلا لعلبه ونص. دي اكتر حاجه انت وصلت لها؟ مش عارف تعمل ايه. حاولت اضغط على نفسي اكتر واكتر، يعني وصلت مثلا للمعدل مثلا 15 سجاره بس. طبعا في الصيام كنت رجعت. طبعا يعني في الصيام يعني طب ليه ما بتعاملش نفسك على انك صايم؟ ما اقدرش، يعني انا اصلا في الصيام ما كنتش باخد جوه البيت عموما، يعني مش يعني من كتر ان انا مش في سجاير، يعني وسط لحد ان انا مش قادر اكلم حد. لو كلمت حد هتعصب في وشه وهتضايق عن كده يعني. طيب عشان طيب دلوقتي احنا بص هنضطر هنمشي على علاج، بس هيبقى طويل شويه. طويل مدى. علاج زي ايه يا دكتور؟ علاج هيبقى ادويه معينه. ايوه ادويه معينه، مع طبعا ان احنا هنقلل كميه السجاير في اليوم بالتدريج، ولازم هتمشي على الموضوع ده. ازاي يا دكتور؟ معلش هنيجي على نفسنا شويه، والدواء اللي انا هديه لك ده هيساعدك، هيخليك تعرف تعمل الموضوع ده. تمام؟ حقيقه مستعمل معلش شويه عصبيه في البيت، وانا الدواء اللي هديه لك ده هتمشي عليه فتره معينه لغايه ما انا اقول لك بطل. تمام؟ وعايز اشوفك كل شهر مره. تمام؟ طيب والدواء ده قد ايه يا دكتور؟ وانا كاتب لك اهو، هناخده قبل الاكل كل مره. في دواء تاني كل ما تحس ان انت مش قادر، او زي ما بتقولوا كده خربان. تمام؟ او عايز تشرب خربان قوي، هتاخده يعني تاخده اول ما يجيلك الاحساس. ماشي. شكرا.